السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مقطع أو في حلقة سابقة تحدثت عن اللي حصل لي في مدينة أبرستويس، وإزاي أنا كنتش عايز أقعد فيها. تعرفت وأنا في مدينة أبرستويس على كونسلتنت أو مستشار كان بيجي يدي عيادة اللي هو الأمراض، المرضى بالسرطان اللي بتعالجوا بالإشعاع الذري وبالكيماويات. وعرضت عليه ان انا عايز اتخصص في هذا التخصص وعايز ابقى اجي عندهم اتدرب هناك. قال لي ان شاء الله ممكن تعدي عليا، كان هندي هو. فالمهم لما حصل الحادثه دي بيني وبين الكونسلتنت ده والمستشار ده في امام الناس على الملأ كده، عزمت امري ان انا كنا في رمضان ما كنتش صايم، ان انا اسافر لسوانزي واقابل الكونسلتنت ده في القسم هناك. ورحت فعلا يوم الاثنين، اعتقد كان يوم الاثنين حاجه كده، ده كان برضك في يعني في منتصف 78 الى اخره. وذهبت للكونسلتنت وكان عنده عياده، وقبل ما اخش عليه انا كان في معاه 2 دكاتره، واحد مصري واحد هندي قاعدين، وكلمتهم على اللي حصل عندي كده. كان المصري مش موجود ساعتها. فالمهم دخلت عند الكونسلتنت اكلمه بعد ما خلص العياده، قال لي انا ما عنديش مكان ليك وانا اسف جدا وبعتذر لك، وخرجت. خرجت بقى وزعلان ومحبط ومش عايز ارجع ابرستويس تاني وكذا وكذا. فالشاب الهندي الدكتور ده قال لي تعالى اقعد عندي، فقعدت عنده. فقال لي ايه اللي حصل؟ قلت له على القصه كلها. قال لي طب هتعمل ايه؟ قلت له هروح، يعني هعمل ايه؟ هروح واشوف مصيري. قال لي ما تمشيش، انا في واحد مصري زيك موجود، والمصري ده خليه استنى بس هو راح البيت في وقت الغدا، واما يرجع بقعد اتكلم معاه. جه الاخ المصري بعد كده، هو اللي كان اصلا من المنصوره، ولما عرف قصتي قال لي ولا يهمك. قلت له يعني ايه ولا يهمني؟ انا قرفان مش عايز ارجع ابرستو. قال لي ولا يهمك. قال لي تعالى بس معايا البيت النهارده نفطر مع بعض وتقعد وتبيت عندي وانا هقول لك الحل ايه. قلت له طيب جزاكم الله خير. قال لي شوف انا كنت عامل الوظيفه، مش وظيفه، التمرين ده لاحد الدكاتره اللي كانوا جايين من الجيش، وبتوع الجيش عندهم مرتبات، والراجل مجاش ياخد اللي هو التدريب ده، فانا هروح لهم اقول لهم ان انت صاحبي. قلت له طب واسمي واسمه؟ قال لي لا ما قلتلهمش على اسم. قلت له طيب انا في اي تخصص؟ قال لي في الامراض النفسيه والعصبيه. قلت له انا كل اللي انا اخدته في الامراض النفسيه والعصبيه ان انا قريت ملزمه. قال لي ولا يهمك، هنروح هناك وخليها على الله. بيت عنده، صليت معاه المغرب والعشاء، و وخدني ثاني يوم الصبح المستشفى اللي بيسموها كيفن كويد هوسبيتال في سوانزي، ورحت وقابلنا كونسلتنت اللي هو المستشار. والكونسلتنت طبعا بتاع امراض نفسيه وعصبيه، يعني عارف احوالنا احنا كشباب صغيرين جايين عايزين نتعلم الى اخره. فقال اتفضلوا اهلا وسهلا بيكم عندنا في المستشفى. فانا كنت قايل لصاحبي طب هقعد فين لما اجي؟ طبعا كنت في الموضوع ده عايز اوفر ايه ال 25 جنيه اللي انا كنت بدفعهم في الاسبوع عند مسز جينكنز. قال لي روح للسكرتاريه بتاعت المستشفى هيدوا له غرفه يقعد فيها الفتره اللي هيتدرب فيها دي. فروحت انا وصاحبي ده هناك في المستشفى اللي هو المصري، وهو سابني هناك. وفعلا السكرتيره اعطتني غرفه، بس كانت على ايه؟ على السلم، يعني كان دوشه شويه. شوف بقى الانسان اللي ايه، يعني ان بني ادم ده ما يملاش عينه الا ايه؟ الا التراب. يعني انا كنت صايع وكنت خلاص زعلان ومحدش راضي ياخدني الى اخره، وادتني الست الايه الغرفه دي. فالمهم نمت فيها عشان اثبت ايه ان انا خدت الغرفه دي، يبقى ان ايه حطيت رجلي فيها. تاني يوم الصبحيه قبل ما امشي وارجع على الابرسوس قلت لها لو سمحتي انا الغرفه دي جميله وكل حاجه، لكنها على السلم ودوشه وازعاج وانا بذاكر ومش عايز كذا وكذا وكذا، ارجوك علشان انتج في العمل اللي انا هقوم بيه دوريني على غرفه تكون هادئه بعيده، حطيني في اخر الكوريدور. وفعلا الست كانت محترمه جدا وحطتني في اخر الكوريدور. الامر هنا اللي بنتعلم منه هو ايه؟ ان انت ما تت يعني دايما الانسان ما تملاش عينه الا التراب. والحمد لله ربنا اكرمني وقعدت في المستشفى دي، وكنت بروح احضر اللي هو يعني اتعرفت على الناس كذا 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 الى اخره. وبدات ان انا من خلال وجودي هناك ابدا افكر بطريقه موضوعيه ماذا ساعمل بعد. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله.